بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا غريب كربلاء وعلى المستشهدين بين يديك والسبايا من أهلك وذراريك. السلام عليك وعلى قمري بني هاشم أبي الفضل العباس يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحكا متبسم. صبغ الخيول بسيفه حتى أبان سيان أشقر لونها والأدهم. حامي الضعين أين منه ربيعة أو أين من عليا أبيه مكذم. فلو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل دابله سلم. فلو سد ذو القرنين دون وروده نسفت همته بما هو أعظم. أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدة الفرات المفعم. حتى يقول الشاعر عن براز أبي الفضل فالسيف ينثر والمثقف ينظم. يا مؤمنون حتى هوى بجنب العلقم فليته للشاربين يداف به العلقم. ومشى لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. تارة ينظر إلى أخيه وتارة للخيام خوفا من الأعداء أن يهجموا على المخيم. ومشى لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. ألفا هذا البدر قمر بني هاشم ألفاه محجوب الجمال كأنه يا بدر بمنحطم الوشيج ملايا. يا لف
الثمور نادى يا أخي من يحمي بنات محمد انصرنا يسترحمنا من لا يرحم أخي هونت يا ابن أبي مصارع فتية والجرح يسكنه الذي هو آلم نادى يا خويا بخوة بيني وبينك يا ابو فاضل وين يسراك ويمينك يا خويا العلم وين وين جودك يا ابو فاضل زماني هم يعودك وجشت يا ابو فاضل زماني هم يعودك شمل اللي تشتت بيك يلتم يا خويا الساعة وقع بيئتي عليا يا خويا الساعدة وشمت بيا يا خويا من يا نجأت لي أكل مني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد هذه الليلة كما جرى العرف تخصص لأولاد أم البنين وخاصة لأكبرهم وأقمرهم أبي الفضل العباس عليه السلام وأيام عاشوراء هذه العشرة كلها عظيمة ومدرسة خصوصا كانت باسم علي الأكبر أو القاسم أو أبي الفضل أو المولى أبي عبد الله روحي وأرواح العالمين له الفدا قضية الحسين عليه السلام ليست بقضية جديدة على مر العصور والأديان فقد استقينا من التاريخ والسنة أجزاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وما نقل عن أهل البيت عليهم السلام كيف تفاعل الأنبياء بقضية الحسين ولهذا يخاطبه الإمام الصادق في زيارة وارث يبدأ من آدم إلى المولى أمير المؤمنين عليه السلام ويصف الحسين بأنه وارث الأنبياء الحسين عليه السلام يقول كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلاوات بين النواويس وكربلاء عيسى عليه السلام قد أخبر قومه حين مروا بكربلاء بأن في آخر الزمان وآخر الأنبياء
سيبعث. وأخبر حواريه فجلسوا عوائل منهم في هذه المنطقة من زمن عيسى عليه السلام يتعاهدون هذه المنطقة فسميت بالنواويس، والنواويس مفردها ناووس، وهي مقبرة المسيح كما مقبرة المسلمين تسمى بالجبانة. المسيح مقبرتهم تسمى بالناووس وجمعها النواويس. فلم يبق منهم ولم يحظ بالفوز الرفيع إلا وهب ابن حباب الكلبي وأمه وزوجته. هؤلاء الذين بقوا. نوح عليه السلام حينما ضرب البسامير الخمس الأساسية، لما وصل إلى البسمار الخامس أو المسمار الخامس ضرب إصبعه ويده حتى سال الدم، رفع طرفه إلى السماء قال: إلهي لم أقترف ذنبا حتى يسال دمي. وإذا بالوحي يأتي إليه قال: هذه المسامير الخمسة الذي أمر الله تعالى نوح بأن يضربها بالسفينة خامسها، وكانت بأسماء أهل الكساء عليهم السلام، ولكن باللغة غير اللغة العربية، كما أن شبر وشبير وإيليا. فقص عليه قصة الحسين عليه السلام وبكى نوح. ولو ترجع إلى التاريخ تجد من آدم إلى الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى قضية الحسين أهمية كبيرة، وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. لأن الحركة البدائية استمرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مرض الدين واشتكى، فلم يجد إلا الحسين طبيبا له. فما رأينا عليلا لا دواء له إلا بنفس مداويه إذ هلك. أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بأخذي، يا سيوف خذيني. في القضية الذي يخبر عنها العامة والخاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى في المنام أن هناك كلابا قد ولغت في دماء أهل بيته وأشدهم كلب أبقع. وقد أول المفسرون من الطريقين بشرحبيل ابن قرط المعروف بشمر ابن ذي الجوشن عليه لعائن الله، وكذلك لما جاءه جبرائيل عليه السلام بتربة حمراء من تربة الحسين عليه السلام أجهش بالبكاء، وكان في بيت أم سلمة، وكانت ليلتها ليلة أم سلمة، فخرج إلى أصحابه باكيا، فبكى الأصحاب
ثم أرجعها واستودعها عند أم سلمة رضوان الله عليها. شو عظمة هذه المرأة. قال: يا أم سلمة، متى رأيتيها تفور دما عبيطا فاعلمي أن حسينا قد قتل. استمرارية الدين وضمان الدين كان باسم الحسين عليه السلام. أمير المؤمنين سلام الله عليه يمر في طريقه إلى صفين بوادي الطف في أرض كربلاء، واسم كربلاء لا يعني الكرب والبلاء، لكن يعقب الإمام يقول: أجل كرب وبلاء. لكن في العهد السومري والقديم كانت تسمى أرض الله الطاهرة أو المقدسة، ففي لغتهم يقال لها كربلاء. وقف على وادي كربلاء وأخذ يجهش بالبكاء، فسأله أصحابه فأخبرهم بتفاصيل قصة الحسين عليه السلام. بعد 20 عاما من رحيل النبي الأعظم واستشهاد الصديقة، تدري الإمام عند زوجات طلق منها بعضها توفي، فجهز لقضية عاشوراء. في القضية المعروفة لما أخبر عقيل أن يخطب أم البنين، وأبوها هذا خالد بن حزام رضوان الله تعالى عليه من أكابر الصحابة، وعمت أم البنين لا تذكر، فاطمة اسمها، هي زوج النبي صلى الله عليه وآله. واسم أم البنين أطلق عليها لأن عشيرتها كانوا يطلقون هذا الاسم على المرأة المخدرة العفيفة رفيعة الشأن، تفاؤل بأن تنجب الكثير من البنين. ولهذا أسماها أم البنين. أمير المؤمنين كذلك لما طلبت منه أن لا يناديها فاطمة حتى لا ينكسر الحسن والحسين، لأنهم تعودوا في هذا البيت بيت فاطمة إذا نودي بهذا الاسم تهرأ أمهم الزهراء عليها السلام، فإذا استجاب غيرها ممكن ينكسر قلب الحسن، قلب الحسين، قلب زينب. فقالت: يا أمير المؤمنين، أحب أن ما تناديني بهذا الاسم. فغيره إلى أم البنين كنيتها. يولد العباس، روحي وأرواح العالمين له الفدا. وتأتي القابلة إلى أمير المؤمنين، يقيم عليه السنة، يؤذن في الأذن اليمنى ويقيم باليسرى، ثم يتفحص كفيه ويبكي. أم البنين تقول: يا أمير المؤمنين، هل فيها عوق أو تشوه أو في شيء؟ ما الخبر؟ فأخبرها بأن هذين الكفين سيقطعان في نصرة ابن بنت رسول الله الحسين عليه السلام. هذا اختراع من أمير المؤمنين؟ يعني أمير المؤمنين يابا قوترة؟ لا، هذا كلام محمد صلى الله عليه وآله.
فأخذ يقلب كفيه ويبكي، وأخبر أصحابه بما يجري، وكذلك كان يعبئ كذلك، والجزئيات مو بس عناوين، جزئيات تفاصيل، لأن بعض الأشخاص مرات أو ما يشكلون علينا، أنت مو تقولون الإمام الحسين معصوم وإنه يأتيه أمر الله، لماذا لم ينتصر بالمعجزة؟ أنتم تقولون أمير المؤمنين عنده كذا وكذا وكذا من المعاجز، والحسن كذا والحسين كذا. يا أخي هاي مو كلها بالمعجزات، يعني الله سبحانه وتعالى لما يرسل نبي يؤيده بالمعجزات التي تثبت نبوة هذا الشخص، وإلا كل من جاء وادعى النبوة يصير عبث وتقع الكارثة. لكن يعطيه المعجزة بقدر إثبات نبوة هذا النبي، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا ما كان القتل مقضيا عليك يا أبا عبد الله. الإنسان أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، وهذا مسلم، وهذه الدنيا دار امتحان لا دار جزاء، الجنة دار الجزاء، هنا دار امتحان، وبالبلاء محفوفة وبالمكاره ملفوفة. ومع ذلك إكراما لأبي عبد الله، الله أرسل إليه 4000 ملك الذين حضروا بدرا وحنينا، وعرضوا على الحسين أن ينتصر في هذا اليوم، ولكن أبا عبد الله سيضيع دين محمد صلى الله عليه وآله، وكم تعمر؟ هو أبوك عمر 4 سنين لما وصله الحكم. الخلافة صحيح، نحن نؤمن بأن الخلافة أو الإمامة منذ زمان، ولكن الإمام انتم تدرون شو اللي صار، وغيب وكان جليس داره. انت أبا عبد الله كم متعمر؟ 40 400 مثلا. ثالثا، لا يتسنى لك بأن تحكم الكرة الأرضية إلا هذه الرقعة الجغرافية المتعارف عليها بالخريطة، لكن أبا عبد الله إذا قتلت سيكون هذا الدم ضمانا وتأمينا على الإسلام. 2، سيكون سببا لأن تقام الدولة العادلة التي تعم أرجاء المعمورة، ويكون هذا الأمر بالإمام 12 الحجة بن الحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولهذا ضحى بدمه. مقصودي بأنهم كانوا يعبئون، وأبرزهم، يا أخي كربلاء كلها مدرسة، إسماعيل بعد إسماعيل يساقون إلى الذبح،
هذا الحفل الملكوتي السماوي الرباني. بالله عليك طفل عمره 10 سنوات، شوف الوعي إلى أين وصل، يبرز يقول أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاده البشير النذير. عدكم مثل الحسين؟ أنا عندي، أنت عدكم مثله؟ علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ عدكم مثله؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. هذا الطفل، لكن سيدهم بعد المولى أبي عبد الله هو قمر بني هاشم صاحب الليلة. شوف عظمة هذا الرجل، هذا الشاب أبو الفضل بالعرف شاب 35 سنة 36 سنة، أصغرهم جعفر عمره 21 سنة، وعبد الله وعون. لما جاء شمر بن ذي الجوشن بالأمان وقال أين بنو أختنا، أين العباس وإخوته، هنا العباس استحى أطرق برأسه، نادى ثلاثا، التفت إليه أبي عبد الله قال أخي عباس أجبه وإن كان فاسقا. ترى شمر مو إنسان يعني جاء لاحقا، وأكو غلطة، أكو ناس يقولون هذا سوء التوفيق، شبر قاتل مع الأمير المؤمنين ثم انقلب على، لا لا، قاتل مع أمير المؤمنين كحاكم لا إمام مفترض الطاعة، ثم صار مع الخوارج، ثم صار كلبا من كلاب بني أمية، وعنده عامل نفسه مطوع وشيخ ورجل دين وعنده مسجد، وكو عبارة يذكرونها إلى أريد أنزه المجلس منها لأن هو ما يسأل أصلا، ما يسأل كل هذه الأمور، كلب عقور. قال أين بنو أختنا، قال أجبه وإن كان فاسقا. ركب بأبي وأمي، قال ماذا تريد يا ابن ذي الجوشن؟ قال أبا الفضل يا ابن علي أنتم في أمان، هذا أمان لكم من الأمير عبيد الله بن زياد ومن يزيد، لكن الشرط أن تنضمون معنا أو تتركوا الحسين، الحسين مقتول مقتول، هاي في ليلة عاشوراء. وإذا بالصاعقة تنزل من أبي الفاضل، لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتأمرنا بأن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء والأدعياء وأولاد الأدعياء؟ قبحك الله يا شمر. فرجع شمرا خاسئا حقيرا. الحسين عليه السلام لما صفهم للجيش جعل على الميسر حبيب ابن مظاهر الأسدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى الميمن زهير بن القين البجلي رضوان الله تعالى عليه، وجعل في القلب أخوه أبو الفضل العباس وأعطاه الراية. الراية دائما تعطى في الجيش، كان تلو القائد.
الواحد رتبته أقل أو تحت القائد تعطى له الراية. وأي راية هاي؟ لما جابوها إلى يزيد اثنين، وهي كانت راية أمير المؤمنين عليه السلام الذي قاتل فيها في غزوات رسول الله وحروبه، ثقيلة كانت، اثنين شايلينها وضعوها أمام يزيد، نظر إليها ما بها موضع سالم إلا مكان قبضة العباس عليه السلام. قام ثلاثا وجلت ثم قال: أبيت اللعنة عباس، يعني حرام يلعنونك. أعطاه الراية، وتدري هذه الراية ما دامت ترفرف هي قرة عين لزينب، قرة عين لبنات رسول الله، لبنات فاطمة. فما دامت هذه الراية ترفرف، الحسين وعياله يحسون بطعم الحياة. أبا الفضل، إذا ذهبت نفقد طعم الحياة. استأذن من المولى أبي عبد الله مرارا، وامتشق سيفه أول مرة في قضية الحسين في مجلس الوليد في المدينة. الحسين قال له: أغمس سيفك، إن له يوما آخر. وفي يوم عاشوراء استأذن، بعد مقتل الأكبر استأذن، بعد مقتل عبد الله بن مسلم بن عقيل استأذن، والحسين يرجعه إلى أن قتل كل الأصحاب وكل أهل البيت. وآلت النوبة إلى أولاد أم البنين. التفت إليهم أبو الفضل، قال لإخوته: هذا يوم يجب أن نطلب فيه الأجر بأكثر ما نقدر عليه. قالوا: بلى. برز عون يقول: أنا عون ذو المفاخر، شيخي علي ذو النجال الطاهر. وبرز جعفر يقول: إني جعفر ذو المعالي، حسبي شرفا ببيتي وخالي. هذا حسين سيد الصغار والأكابر، بعد النبي والوصي الناصر، إلى أن قتلوا جميعا ولم يبق لآل الله إلا حسينا وأبو الفضل. اللي أبو الفرج الأصفهاني يقول: جاء إلى الحسين وقد احمرت عيناه من الألم. بعد أبا عبد الله ما أتحمل، قال: والله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن أخذ ثاري من هؤلاء اللعنة. قال الحسين: أخي عباس، إذا مضيت يؤول جمعي إلى الشتات. أبا عبد الله: وأي جمع عندك؟ قال: أخي يا أبا الفضل، إذا ذهبت يؤول جمعي إلى الشتاء. يا صاح حسين يا أخوي يا عباس،
يا نور العين يا تاجي على الرأس على الرأس يا خويا شلون تروح وانا بقى محير صاح يا حسين يا زهرة خيامي يا خويا نحلت كسر السكنة اعظامي. قل لما تأتي سكينة تقول عماه العطش العطش نحل قوتي يا خويا نحل السكنة اعظامي وريد الموت قلبي الدم يفوير صاح حسين يا اخويا يا عباس ترضى اظل وحدي بين هالناس لما علم منه اصراره قال له اخي ابا الفضل اذا كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء نادى ودعت الله يا عيوني نادى ودعت الله يا عيوني نيتكم وحدي تخلوني ومنكم يا اخوتي خابت ظنوني لما وصل الى المخيم رأى سكينة وجمع من الأطفال قد بح صوتهم من الظما ينادون ويهمون بأيديهم عماه العطش العطش تنهض يا لدللتنا دنها يا ضيال دللتنا يا عمي ترى من العطش متنا هنا لم يتطامى أبي الضيم تناول قربته وركب الجواده برز إلى القوم يقول أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة قاتلهم قتالا شديدا يقول الراوي لما برز العباس بن علي لم نكن نرى إلا رؤوسا متناثرة وجثثا تهوي على التراب وكان يضربهم ويقول خذها وأنا ابن منكس الرايات أيوة النعم خذها وأنا قاتل الأبطال حتى وقف على ربوة مرتفع نشز من الأرض رمق النجف صاح أبا علي أبا علي هذا اليوم الذي وعدتني فيه حتى أؤدي إلى السيف حقا يا أبا الفضل قصد الفرات وكان قلبه كصالية الجمر من العطش وكان على المشرع 4000 وعليها عمرو بن الحجاج الزبيدي كشفهم العباس كان جيشا قائما بذاته لما أقحم الفرس الماء يا مؤمنون ملأ القرب شد وكاها ثم أخذ الخطباء يقولون تذكر لا العباس ما نسى عطش الحسين بل حمل الماء هكذا يعني هذا الماء قد أبيح لي لكن ما أشرب ما دام كبد الحسين حرا
فرمى الماء على الماء والمعين على المعين ونادى يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني هذا حسين وارد المنون يعني يدنو إلى الموت رويدا رويدا هذا حسين وارد المنون وتجربين بارد المعين والله ما هذا فعال ديني شلون اشرب واخويا حسين عطشان وسكنا والحرم واطفال رضعان وضن قلبي العلي ليل تهب نيران فرمى الماء ورجع إلى المخيم مسرعا وكان همه أن يوصل القربة سالمة فنادى اللعين لئن وصل الماء إلى الحسين لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم والعباس يهرول إلى المخيم وإذا بالجيوش قد خاطت بالفضل من كل جهة ومكان فوعظهم غضب الجبار فلم ينفع ثم أخذ يضربهم وهو يقول إني أنا العباس أنعم وأكرم إني أنا العباس أغدو بالسقاء ولا أهاب الموت يوم الملتقى حسبي ببيت الطاهر الطهر وقاء ولما ضج القوم من كثرة ما قتل منهم فلم يجدوا إلا طريق الجبناء إلا طريق الكمين والاختيال عظم الله أجورنا وأجوركم وهو يقاتل مرة أمام نخلة كان خلفها الحكيم ابن طفيل وقد عاونه السنبسي يا رسول الله فما مر أبو الفضل حتى ضربه على يمينه فقطع يمين العباس فأخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني نجلن به الطاهر الأمين وبينما هو كذلك إذ ضربه لعين على شماله فطارت والسيف معه هنا ضم اللواء إلى صدره وقال يا نفس من بعد قال يا نفس والله لا تجزعي قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار وكان همه إيصال الماء عظم الله أجورنا وأجوركم جاءت إلي 4000 نبلة سهم أصاب القربة فأريق ماءها وسهم أصاب صدره وسهم أصاب نحره وسهم أصاب عينه اليمنى هنا وقف العباس متحير لا ما يوصله إلى المخيم ولا يدان يقاتل بهما وفي رواية أن الحسين عليه السلام وقف بباب الخيمة ينظر
إلى أبي الفضل يصول ويجول في الميدان، وزينب تقرأ الأحداث من وجه أبي عبد الله. رأت وجه الحسين قد استبشر، قالت أخي ما الذي جرى؟ قال لقد وصل أبو الفضل إلى المشرعة. رأت وجه الحسين تغير، قالت أبا عبد الله ما الذي جرى؟ قال أخي زينب لقد أحاطوا بأبي الفضل. رأت الحسين زادت اكتئابا ونزلت دموع عينيه، قال زينب لقد قطعوا يمين أبي الفضل. ثم رأت الحسين مضطربا، أبا عبد الله ما الذي جرى؟ قال أخي زينب لقد قطعوا يمينه. ثم هرول الحسين إلى جواده، أبا عبد الله إلى أين؟ زينب عظم الله لك الأجر، لقد ضربوا رأس أبي الفضل بعمد من حديد. رحم الله من نادى أيوا عباسا، أيوا السيدة، أيوا مظلومة، تعنى من الخيم للعلقم حسين. يصيح بصايات يا عضيد وقعد وين بعدك ما شوف دربي يا ضي العين. جاء إلى أبي الفضل ظنه أحد الأعداء يريد أن يحتز رأسه، قال بالله عليك أمني حتى يأتي إلي أخي وابن والدي. بكى الحسين، صح أخي عباس أنا أخوك وابن والدك. ثم قبل من تقبيل، عرف أن الحسين. رفع العباس رأسه، أرجعه الحسين إلى حجره. صنع ذلك ثلاثة، لما يا أبا الفضل كلما وضعت رأسك في حجري تضعه على التراب يا أبا؟ قال يا ابن الزهراء أنت الآن تضع رأسي في حجرك، ولكن بعد سويعة من الذي يضع رأسه رأسك في حجرك؟ ثم قال أخي أبا عبد الله، أخويا أخويا شيل السهم من عيني، يا أخويا شيل السهم من عيني، وبهداي يا مظلوم لا تأذيني. يقل أخويا أخويا السهم عينك، يا أخويا شلون طلعه؟ يا باطل عام توسط صعب شلع، لقعد عليك يا ابو فاضل الدهر وانعى، وابجي عليك ابدا للدمع دعي. قال اخي ابا عبد الله لدي وصيه. ما هي أبا الفاضل؟ قال الوصية الأولى اتركني هنا أموت ولا أرجع. والوصية الثانية اقرأ زينب وسكينة عني السلام. مع العباس، مع العباس
يا حسين سلم لي على خيتنا والليل هال من يا فارقتنا وقل زينب بعد لا تتنا هيها تجيب الهم ويا يا مؤمنون عظم الله لكم الأجر بينما هو كذلك وإذا بأب الفضل شهق شهق ثم فاضت روحه رحم الله من نادى وحسينا أيوة مظلومة يقول الراوي قام الحسين من مزرع بالفضل دامع العين منحذب الضار يكبكب دموعه بكمي قام حسين محني ضلوعه ومذل صب الدمع صب دموعه قام حسين يبكي للصواوين ينشف دمعته عن النساوين ليش خايفين اجدن الخواتين علي من الدمع خيار يا والي يا والي تلقيته تبكي اسكينة تقل لابو يا عمي العباس وانا 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 شرب ماي ونسانا ما نسينا ما نسينا وقلوبنا تلهب من الحار خرت دمعة حسين وتحب قرت دمعة حزين وتنحب ونادى والقلب ملتم على الشاطي على الشاطي يا سقنا بقع مجم تراب قضى برت تصيح الله أكبر الحسين ما قدر يخبر زينب يقول لها العباس قلت جاءها بطريقة أخرى كيف يا مؤمنون دخل إلى خيمة أبي الفضل أسقط عمود الخيمة لطم زينب على وجهها صاحت أيوة أخاه وعباس من بعدك وضيعته وإذا بالإمام يقول أجل أجل يا زينب وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل يا خويا ليش الساعة عفتني راحت عني يا خويا وضيعتني عمد الحديد في كربلاء خسف القمر من هاشم فلتبكيه عليا مضر وما درت عن مهره العباس خرت لان ظهري يا أخي ومعيني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم شافي مرضانا واقضي حوائجنا ولا تفرق هذا الجمع إلا عن ذنب مغفور وعيب مستور وكسر مجهور من أوصاني الدعاء اللهم اقضي حوائجهم شافي مرضاهم اللهم شافي مرضانا ومرضاكم ولأمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلاة.